الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. اختلاف نية الإمام والمأموم. روى المصنف يعني بسنده الصحيح وهو سند صحيح مسلم عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يأمهم فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يأمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى تفضل فصلى ثم خرج فقالوا نفقت يا فلان أعوذ بالله فقال والله ما نفقت ولا أتينا هنا في يعني تيسير في هذا الباب على التفصيل ولا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة أمر صعب جدا يعني فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا وفي رواية عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين وركعتين وأراد هنا أن يبين أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام يراد به الخصوص هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص أو هو عام مخصوص هذا الأرجح أنه خص بالبواطن وكان الحديث على الظواهر لذلك قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. القصة مشهورة جدا في أنه معاذ كان يصلي مع النبي وبعض من قال من لم يقل باختلاف نية المأموم والإمام كالحنفية وغيرهم يقولون صلى مع النبي نافلة وذهب صلى بالقوم فريضة. أعوذ بالله من التكلف طيب يعني أنا سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس أرجوكم. فهنا شوف قال هو صلى مع نبينا فيلا كيف يظن بمثل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لدناك أيها الحليمة بالجنة وأعتذر لحضرتك جدا عن تأخري في الإجابة أو أنا والله ما رأيت ولا سؤال منك. يعني كيف يظن بمعاذ بن جبل أنه يترك الصلاة مع النبي والفريضة ويذهب يصليها مع قوم من يقول بهذا من يقول برجل فقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفقه الأمة وأعلم الأمة بالحلال والحرام ويضيع مثل هذا الفضل عليه في مع صلاته مع النبي هذا كلام باطل. فهو كان يصلي مع النبي الفريضة ثم يصلي معهم النافلة هو يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل متأخرا فنظر أي نبي ووجده يريد أن يصلي فقال النبي من يتصدق على أخيكم وش بقى التصدق هنا وش التصدق سيصلي به نافلة والثاني يكون على الفريضة يعني هذا إقرار النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ كان يصلي معه الفريضة ثم يذهب يصلي به من نافلة وكان يطيل فلما كان يطيل يعني الإطالة كانت يعني ما من هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى النافلة معهم فأطال واستفتح سورة البقرة وأطال والرجل كان متعبا فانفرد عندنا روايتان سلم وصلى منفردا يعني أعاد الصلاة أعاد الصلاة انفرد وهو في الصلاة فخرج من الأعلى إلى الأدنى وخرج إلى الصلاة وانتوى أن يكون منفردا فصلى وهذا الأقرب. فلما صلى وخرج بعدما انتهى من الصلاة قالوا نافق فلان. هم ليش قالوا نافق فلان؟ يعني الصحابة لما تسرعوا في هذا وقالوا نافق فلان لأن هم عندهم أن الله بيّن أن الصلاة العشاء والفجر أثقل ما تكون على المنافقين فهذا أظهر الثقل عليه
فلذلك قالوا نافق فلان وما قالوا منافق، وهذا فارق أيضا ومن ضابط فقههم، يعني فعل فعل المنافقين ليس لكن ليس بمنافق، ولذلك هو دافع عن نفسه قال والله لست بمنافق ولا أستعدين عليك رسول الله، لأن معاذ قال بذلك، فذهب للنبي فقال له نحن نواضح أيدينا يعني نعمل بأيدينا، نحن أصحابنا واضح جمال يعني ونعمل بأيدينا، فقال إن معاذا افتتح السورة وفعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ في بعض الروايات يقول الصاحب الجليل وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في يشوف لنا فضل الدين في موعظة أشد منه في هذه مغضبا في هذه فضل عشد اسألوا فضل الدين معلش في الاستوديو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة مثل هذه الموعظة الموعظة، فغضب النبي وقال فتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا وسورة كذا، في رواية قال سبح وقال الشمس وضحاها وقل يا الكافرون، فهنا فيه دلالة واضحة جدا على أن معاذ رضي الله عنه وارضاه أخطأ عندما أطال، ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الراكب، لكن هنا الجميع كما قلنا يتفقون على أنه صلى بهم نفلة وفريضة واختلفت النوايا وصح ذلك. أستغفر الله أنا أعتذر لحضرتك وأرجو أن أنا أجيب لحضرتك عن كل سؤال، فاعذريني وأرجو عفوك، والله ما قصدت ولا رأيت سؤالك. ممتاز، يبقى إذن هنا نقول الأصل في هذا الباب هو أنهم أرادوا أن يبينوا أو يبين المصنف باختلاف النية الإمام المأموم، معاذ كان يصلي نافلة على الرجح الصحيح وكل من خلفه كانوا يصلون بقي 10 دقائق يصلون فريضة والجميع كانوا يصلون الفريضة، وهذا اختلف في النية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني وحديث صلاة الخوف أنه يبين لهم أنه لو صلى أربعا ولا صلوا ركعتين باختلاف النوايا، لكن هذه غير ظاهرة لأنه ممكن يقول بأن النبي كانت له نافلة وكانت لهم فريضة غير ظاهرة، لكن حديث معاذ ظاهر جدا في مسألة اختلاف النوايا، من على اختلاف عدد الصلاة يكون باختلاف أيضا النوايا، كأنهم قالوا بأن النبي لما صلى كانت لهم يصلون ركعتين وهو يصلي أربعا من أجل أن يصلي بكل طائفة ركعتين، فالحق من الحديث لا يدل على ما بوب الإمام بهذا التويب اختلاف نية الإمام المأموم، والدلالة الأكبر على حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلنا في قول من يتصدق على أخيكم دلالة واضحة. الفوائد المستنبطة الضعيف أمر الركب، وجوب الرجوع للأعلم، حرمة اتهام الآخرين بمجرد الشكوك بمجرد الظن، لا يجوز أن تحكم على الآخرين بالظنون، وده اللي بيحدث منا الآن، إذا ذكرت يعني ذكر سين كلاما وذكر صاد كلاما فتراه يعتمد قول سين على صاد ويحكم عليه، وهذه مهلكة، هذه مهلكة، أقل القليل إما أن تكون عفيفا دينا إماما حقا نبيلا فتجدد وتقول لا أسمع ولا أسمح أن أسمع، أو تكون مصرا فتسمع وتقول سأتصل به وأسمع منه حتى يكون الحكم جاهزا فأسمع من الطرفين، يعني داود عليه السلام عاتبه ربه من أجل هذه عندما دخل عليه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقالوا خصماني بغى بعضنا على بعض، فالنبل ألا تحكم على أحد حتى ولو كانت القرائن موجودة، ارجع فبين فأكد ثم احكم أو تثبت بالكلام معه، ده الأصل، إن وصلك شيء وجب على أن ترجع في ذلك إليه إلى نفس الشخص. طيب ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.